هدايا هلا وافكار عديده اكيد، ان كان بدكم تهدوا لحدا تاني هلا بفتره الميلاد او بدكم تهدوا حالكم كمان بيطلع لكم تغنجوا مع نهايه عام وبدايه عام جديد كمان، ما تنسوا هذا الموضوع. رح ننتقل لعند هاديه على الموضه. صباح الخير لكل مشاهدينا واكيد مع حلقه جديده من فقره على الموضه. مثل ما بنعرف هلا نحن بفتره العيد وعلى طول بنضل عم نفكر شو بدنا نشتري شو ما بدنا نشتري، شو هن الاشياء اللي عاوزينها. اكيد نحن بلبنان معروفين بالمصممين يلي على طول عم بيلمعوا وتصاميمهم الحلوه، وكمان بنفس الوقت حلو كثير كمان ببعض الاوقات ننفع، واذا عجبونا اشياء من المصممين اللبنانيين وننفعهم، خاصه انه الكواليتي تبعيتهم صار بتضاهي الماركات العالمية. اليوم عندي اخوي اختين صار لهم فترة بعالم الموضة اللي هن يمنى شهاب وماي شهاب. يمنى صار لها فترة طويلة بعالم الموضة وسبق واستضفناها سوا بفقرة على الموضة من فترة بماركة للجاز الدين، بس لكن هلا انتقلت وعملت ماركة تحت اسمها وهي يو باي يمنى، وكمان ماي باي ماي متخصصه بكل شيء بالازياء الاثنيك والاكسسوار بنفس الوقت. صباح الخير. صباح الخير هاجا. صباح الخير هاجا. يمنى كيفك اليوم؟ انا كثير منيحه، كثير مبسوطه اكون معك اليوم. وانا كمان كثير. ماي بنعرف انه انتم اثنيناتكم اخوه كمان وعملتوا اكزيبيشن سوا، واثنيناتكم تستوحوا الاشياء مع بعضكم اجمالا، مع انه كل واحد متخصص. يمنى متخصصه بجزادين، انت متخصصه بالازياء وكمان بنفس الوقت لاين صغير من الاكسسوار. ومنلاحظ أزيائك مستوحيه هيك الستيل الميكس الاثنيك التراثي، بس لكن التراث الحديث من العالم كلياته، اذا فيك تخبرينا اكثر. اكيد. الفكره هي انه من الاساس اول شيء اختي وانا كبرنا ببيت مع امي كانت تحب هالستيل اوريدي، يعني من زمان كثير كان عندنا بالبيت فساتين اثنيك وعندهم يعني ستيل خصوصا مميز. ميرسي. بس صارت موضه، يعني لانه هيدي الموضه اجت هلا رجعت فتره. مزبوط، بنحس في الريفايفل لكل شيء كلتشرال، كل شيء سفر من بلد لبلد مع يعني القماش والتطريز والالوان وكل شيء. اليوم يعني بيسافروا الناس تيجيبون من يعني من امريكا الجنوبيه لحديث البلاد يعني الفار ايست. بقى انا بالنسبه لي منا موضه، انا بالنسبه لي شيء بحبه وبحب تكون عندنا مثلا بالخزانه something pardon انه قطعه تبقى، مش انه تروح وتجي. يعني بنلاحظ على القطع تبعونك بنحسهم انه مثل تايمليس بيسز، بس مع هيك التاتش اللي بتتماشى مع الموضه. يعني انا بجرب لاقي قماشات اول شيء يكون عندهم شيء كمان مميز، يا بالنقشه يا بال يعني بالفابريك الماتيريال تبعيتها. وهلا زدت التطريز، تطريز على الايد. هدول رسمات هلا العصافير هلا عم نعملهم، هن مرسومين ومعمولين على الايد مع الوان مختلفه تنعطي شيء زياده على القطعه. منه تطريز يعني قطعه مش اشتريناها وزدناها. اجمالا لك لما كل شيء يكون مشغول يمكن على الايد بصف اللي بيعمل القطعه مميزه، واكيد ما في قطعه بتشبه الثانيه قد ما كنت عامله ورسمه الاشياء الخطوط اللي انه على الشغل اليدوي ما بتكون مرتين نفس الشيء. يمنى يمنى بنلاحظ بعدك مكفيه بعالم الجاز الدين، بس لكن بنلاحظ كمان عم تفوتي اكثر بالاثنيك وعندك اللاين المودرن من الجلود كمان. اذا فيك تخبرينا عن يوبا يمنى. يوبا يمنى خلقت من سنه، انا حبيت طور كل شيء تعلمته من 11 سنه لليوم بهيدا المجال مع الجديدين، و حبيت كثير مثل اختي كمان فوت بقصص اليدويه اللي انا ما بحياتي كنت اعملها، كنت اعمل جلد واشتغل الماتيريال الخالصه، بس كنت ادرس اصمم الفورمات يلي انا كنت بدي اعملهم للجديدين، بس حبيت فوت بالشيء جديد وحبيته كثير. وصراحه
كان عنده سكسي حلو كتير هالسنة لإلي، بقى لقيت انه يعني لابقين مع فساتين اختي وفتنا بدايناميك جديدة، وان شاء الله ان شاء الله نكمل ونخلي يعني هالنسوين يلبسوا. من يعني انا بحب انه البنات اللي عمرهم من العشرين لنسوين اللي عمرهم 40 و50 يضلوا يحبوا ويفكروا فيي وقتها بدهم يشتروا جزدان. مظبوط. هلا هون بنلاحظ اللاين عندك منوع بين الجزدان الكبير، بس بلاحظ شيء اللي هي كومن بين كلياتهم، حتى انه بالتصاميم ماي الخفه بالشغل. مزبوط. مثلا مثل هون هيدي كمان شغل يدوي، هو مزبوط هيدي ماشي اشتريتها، وفي شخص بيطرز لي على الايد، رجعت عملت كل القماشه لحقت اللاينز كلياتهم، وانا كثير دقيقه بالفينشينج تبع الجزدين، وهذه شغله كثير بتهمني اهم شغله. وبالنسبه للموديلات هل في منهم عدد كبير اما ليميتد اديشن؟ صراحه هيدي الكوليكشن اتس بيت ليميتد، بس أوكي. اكيد بدي اطورها بالصيف، يعني بدي اضلني الحق هيدا الاسبري، يضل في عندك شيء يكون كلاسيك ويكون عندك بدم من الكلاسيك يفوت جام شوي مشتغل عليها شوي اكثر باليد او قماشات جديده يفوتوا فيهم. انا حابه اطورها هيدي كمان بالصيفيه. هون بنشوف غير البوشيت بنشوف الجزدين الكروس اللي بينعمل كروس باك وكمان جزدين على الكتف، وهون في عندنا كمان هيدا الشوبينج باج، يعني صراحه ات واز والجلد تبعه والكات الليزر كات اكزاكتلي هيدا انعمل بلا دوبلور اذا فيك تشوفه من جوا تيضلوا فيري لايت، لانه صراحه لا يعطي الخفه. ايه والنسوان بتظهر مع كثير قصص بجزدينا، بقى اذا الجزدين اوريدي بيكون ثقيل في مشكل. في مشكل. الجزدين ايام نمسكهم بيكونوا كثير تقال، يعني نحن بنحط غرض شيء وبيتقلون، وهون في هيك عنا الاسبري المودرن، وهون هدول الشراشيب اللي هيك الديتيل كان كمان بفوتنا. هلا قديش بتتبعوا الموضه اثنيناتكم؟ ماي انا صراحه بتبع مش بس الموضه، انا بحب شوف ما بعرف انا معرض لوحه صوره سافر، كل شيء بالنسبه لي بيعطيني افكار. ما بلحق موضه موضه، لانه انا شخصيا ماني بنت على الموضه، يعني انا ما بدي ماني بلحق شيء، انه اذا ما بيلبق لي ما راح البسه، اذا منه شيء بيناسبني ما راح البسه. وهل ماي الستيل الاثنيك اللي هيك فتي فيه اكثر بسبب سفرك وسفرك وجولتك على العالم؟ لانه يعني كل فتره عشتي فيها ببلدين انه كمان في عندهم تراثات كبيره. اكيد تاثرت كثير، اكيد اكيد، واخذت افكار والالوان اكثر شيء تاثرت مني هي بالالوان. يمنى هيدي بتنعد بيس قطعه كثير مميزه، خاصه الجلد تبعهم يلي هلا بطلوا فيهم يستعملوه. مزبوط هيدي صراحه ما رح كذب، بس اتس ان ات واز اوريدي موجوده. يس اكزاكتلي يس اكزاكتلي. اشتغلت هيديك السنه، اشتغلت انا على البولان وحبيت ارجع فوتو لانه كثير بيذكرني الانشنت انديانز، وكانوا كثير يستعملوا هيدي الماتيريال، سو اي ثوت عن جد كان لازم تكون بقلب الكولكشن تبعيتي هالشاتوليه، ولقيتها باللون البوردو البرغندي الغامق وقلت منيح على القليله. وهيدي قطعه بتقلها على كل شيء جبالا. مظبوط. وفي هون كمان بعد هلا بعدنا ننتقل عن اغراضها لماي، وهون كمان هيدا كمان كان رسمه جديده عملتها ذكرتني شوي بالاثنيك والكوتيل شوي الانديان مع البول وهيك، وكمان مطرز على الايد. مطرز على الايد، وهدول اللي هون الكولكشن، هدول باوتشز وتروس دو تواليت بيقدروا يلبسوا لوحدهم. ايه وفيهم يلبسوا كمان وحلوين كمان للسفر. مزبوط. حتى الواحد ينظم اغراضه. مزبوط. ننزل هون للاشياء للموضه، هون مثل قميص قميص شوميز، بنلاحظ هيك البيسك القطع الاساسيه وزايده عليها القصه دائما كلاسيك. القصه دائما في باز كلاسيك، منها كثير ستراكشر بس
شوي structured تتكون أول شيء مريحة. أنا بحب الشيء يكون بريح، مش إنه نلبس شيء ونكون متضايقين شو كيف بدنا يعني. بقى هيدي مطرزة بالدهر. هلا أكيد كل هيدا التطريز منه إجباري، يعني كله بعمله كمان بلين يعني بدون أي تطريز، بس في هدول الألوان على أصفر على رمادي على على أخضر. يعني مثلا مثل أنا هدول مثلا حبيت مثلا هيدا الموديل وما بدي ما جا على بالي تطريز. فيها تكون بلا تطريز، فيها تكون غير قد ايه بياخذ وقت مثلا هيك؟ اذا مثلا انا هلا بلاقيهم مثلا عندكم بالبوتيك انه بياخذوا مثل ما هن، بس اذا بدي كاستم ميد كاستم ميد بدك تستعدي بين جمعه وعشرة ايام، لانه اوكي وقت قصير مش طويل كثير. يعني حسب، في انه اذا الناس كثير مستعجلين بالنسبه لهم كثير. اي لا هلا ليك على فتره العيد اكيد فتره العيد شوي، لانه تطريز ايد كمان وبدها يعني ما بتطلع بس. هيدي من الدونتيل مع المخمل. مع المخمل، هيدي فستان اكيد بتنعمل بتاني، بس كل واحد حسب الطول اللي بحبه. اكيد في اكيد كل واحد حسب. انا مثلا بتعرف شو بحب مثلا لبس ما ليجينغ. اكزاكتلي. في عدة، مش هيك انا ما عملت لها بتاني لانه كل واحد بيحب شيء. هيدي كمان الفستان بسميهم الكافتون دريس، بدي اقول لك ايه مثل شكل العبايه بس على 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 فستان شوي فولك شوي. يعني كمان هيدا على الموضه لانه هلا هالسنه كثير دارج، بس بفتكر انه من لبس يعني مثلا بفتكر من لبس قطعه بحب كثير البسها مع شيء لون ساده مثلا، ما يمكن مثل هيك شيء بس اكيد ما يكون عليها هيدي. هيدي موجوده كمان بدون التطريز وبعده الوان كمان، بس كمان هيك مثلا كيف هيك بنكسرها بنعطيها اللوك المودرن ونبدل ما نلبس فوق لنتدفى. المهم انه بتقدري تلبسيه بعده طرق وبعده اوكازيون كمان، يعني هيدي بتنلبس بالليل وبالنهار. يعني اذا بتحطي لها زنار واكسسوار فيك تلبسيها بالليل، اذا بتلبسيها بالنهار فيها تكون كاجوال اكثر. وهيدي كمان بتنلبس فيك الزنزيره كمان الزنار كمان معها. مزبوط مزبوط. بالشتويه بعملهم مخمل وبالصيفيه دونتيل وبرودري انجليز وعده قطن، يعني من القطن نفس القصه تبعيتها. نفس القصه يس راب ابس هدول. وبالنسبه للاكسسوار ماي كمان مثلا مثل اليمنى هون لابسه عندك انه بس هيك موديلين انت منزلتيهم؟ هلا جولد بليتد. جولد بليتد هلا في جولد بليتد على جولد وعلى اوكسيدي بيجوا على داركر. سوري بعتي هيدي يس. هدول انرسموا على الايد كمان اوكي واشتغلوها باتوليه كمان. كله معمول بلبنان، كل صناعة لبنان. هيدا هو هيدا الشيء هيدا اللي نحن مشهورين فيه اجمالا بلبنان. وهيدي يعني بالنسبه لي هيدي الكوليكسيون ما بتصير اذا ما عندي كل الناس ورانا، لانه هن عندهم النوها وهن بيعرفوا كيف يوصلوا. يعني انا فيني افكر بموديل، فيني اجيب القماشه، وفيني اكون عم بفكر بشيء، بس اذا هن ما عرفوا كيف يطبقوها او ينفذوها ما بحياتها رح تكون تشبه هلا اللي عم نشوفه. وفي عده ناس بيشتغلوا، يعني في واحد بيقص واحد بيطرز وهذا هيدا التكنيك يعني الموضة. مش اكيب 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 والشغل انه بالنسبه لي يعني لازم نحن نكون عن جد يعني نفتخر فيه، لانه الشغل اللبناني انا عن جد كثير حابه اشجعه. ثانك يو ماي يمنى، بتمنى لكم كل التوفيق اكيد. ثانك يو هاجر. وبحب زكي انه اخذين هلا بوب اب شوب بالصيفي لفتره العيد اكيد. واليوم اصلا في بيج ايفنت حق الصيفي. على كل حال ان شاء الله بشوفكم اليوم عشيه، وهيك بنوصل لنهايه فقره على الموضه. لكل الاشخاص اللي حابين يتعرفوا اكثر على يمنى ماي فيهم يتواصلوا معي وبنعطيهم كل التفاصيل. اما هلا بننتقل لعند غيدا لنشوف شو بعد في عنا بعالم الصباح. شكرا هاديه، يعني ماي ويو اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. وماي ماي باي ماي كثير مهضومين اكيد الاسامي. وكمان وحلو انه اثنيناتهم اخوه بيكملوا بعضهم، يعني ماي اند يو. كل التوفيق اكيد لكم بكل اشغالكم اللي عم تعملوها. رح نتابع بعد لحظات مع هانيا ورشه ملح، خليكم معنا.